وحدتنا البحثية نتشارك الكوكب للصف الخامس الأسبوع السادس. الفكرة المركزية: تتغير بنية الأرض باستمرار من خلال العمليات والقوى المختلفة. يتوقع من المتعلم تحقيق الأهداف الآتية خلال الوحدة: أولاً، اللغة المكتوبة، القراءة والكتابة. القراءة: يقرأ النصوص ذات المستوى المناسب له باستقلالية وبثقة وبفهم حسن. ثانياً، يحدد الفكرة الرئيسة الموجودة في النص. ثالثاً، يوظف المفردات الجديدة في جمل مفيدة. بعد قراءتنا للنص الأول بعنوان أسرار كوكبنا، والذي يوضح أهمية طبقات الأرض الثلاث من حيث القشرة الأرضية وما تحويه من قارات ومحيطات، أما الطبقة الثانية فهي الستار، والطبقة الثالثة فهي اللب، والذي يتكون من لب خارجي ولب داخلي. سيتم حل أسئلة الفهم والاستيعاب وبيان الفكرة الرئيسة التي يدور حولها النص، ونستخرج أهم المهارات اللغوية. سنبدأ بقراءة النص الثاني بعنوان إخلاء، والذي يوضح أهمية كيف تحدث الزلازل والبراكين والأسباب التي تؤدي إلى زيادة حدوثها وكيفية التنبؤ بها. سيتم تقييم المتعلمين بالنص الأول والنص الثاني وجميع المهارات التي تم إعطائها من بداية الفصل الدراسي الأول، وهي أزمنة الأفعال وإعرابها والفاعل وإعرابه، ثم كتابة رسالة شخصية لأحد الأصدقاء الموجودين في بلد محتل حسب معايير الكتابة الصحيحة. سيتم البدء بالنص الثالث بعنوان أسرار كوكبنا الجزء الثاني، والذي يوضح العوامل الداخلية والعوامل الخارجية التي تؤثر وتغير في شكل سطح الأرض.